السلام عليكم ورمضان مبروك سعيد، وكل ما تمنيتو بالخير والصحة والسلامة والهنا وزيد الرزق. ومرحبا بكم في برنامجكم الموسم الثالث ذوق وتمتع. في هذا البرنامج غادي يكونوا وصفات جديدة ومتنوعة وفي متناول الجميع وسهلة في التحضير، وكل المكونات غادي تلقاوهم في الأسواق ديال بلادنا. يا بسم الله، الوصفة الأولى عبارة عن عصير، عصير ديال الفواكه والفواكه الجافة. إذا غادي نحتاجو الفريز، لافوكا، الشريحة، القرقاع، تمر أي نوع من التمر، وبطبيعة الحال الحليب بارد. إذا التمر ديالنا غادي نقطعو نحيدو منو العلفة ونقطعوه على ثلاثة تطريفات، كنزيدو شويه ديال القرقاع وكنزيدو الشريحه، ولكن ردوا البال ما تحيدوش، لا ما تحيدو حيدو من هذا الراس هذا اللي كيكون الفوق لانه قاسح. ونقطعوها على طريفات، كنحطوها كنزيدو الشريحة ديالنا، كنحيدو لها الراس، ومن بعد كنقبطو الفريز بعد ما غسلناه، كنديرو الفريز، الفريز حطوه كامل لأنه ساهل في العصير. من بعد ما كنزيدو الفريز ديالنا، كنقبطو لافوكا، كنقطعوها على جوج كيف كتشوفو، وكندوروها بحال هكا، كنعاودو نقطعوها تاني على جنب. من بعد كناخذوا الجلفه كنحيدوها كيف كتشوفوا، غادي نحطوا لافوكا ديالنا كيف كتعرفوا بانه ماشي غير منعش، مقوي وفيه فوائد كثيره وبزاف. من بعد غادي نزيدوا الحليب ديالنا، بسم الله، ودابا غادي نديروا في الميكسر. هالعصير الاول ديالنا وجد، بسم الله، كيف كتشوفوا خاطر، كيف كتلاحظوا دابا غادي نجبدوا من القاع ديال الكاس كيف حل، كيف كنتم كتلاحظوا، كيف شفتوا في الحريره ديال رمضان، حنا كتكون الحريره ملي كنبداو ناكلوا الحريره ديال رمضان كناكلوا الحريره هي الاولى، وكيبقى داك الشيء اللي لتحت اللي كنقولوا ليه الكياس، هو هذا اللي عندنا حتى هو في العصير اللي غادي يكون في القاع ديال الكاس. دابا غادي ندوزو العصير الثاني، يعني عصير ديال الحامض او سيترونات. اول حاجه غادي نحتاجو الحامض يكون ما يكونش متخيتي، يكون مغسول مزيان، وديروه في الكونجيلاتور. يعني يمكن لكم هذا العصير تقدروا ديروه طول شهر رمضان ومن بعد شهر رمضان تحطوه في الكونجيلاتور. غادي نحتاجو السكر، وغادي نحتاجو السكنجبير، والماء، والنعناع، اي نوع من النعناع اللي كتفضلوا نتوما يكون فخي. اذا اول حاجه غادي نديرو وهو غادي نقبطوا الحامض وغادي نحكوه، وردوا البال خصكم تحيدوا منه العلف منين بداو تنحكوا. ها نتوما كيف كتشوفوا، ها دوزوا من الحكاكه كيف كتشوفوا، كيف كتشوفوا الحامض النسمه ديال الشلفه ديالو والداخل ديالو كيعطي واحد النسمه هائله. واذا بانت لكم العلفه ديما حاولوا
تحيدوها بالموس ها هي باش ما يبقاش المذاق ديالها. شفتوا انتما كتوصلوا العلفه كتحيدوه ونعاودوا نكملوا الطحين ديالنا. من بعد ما كملنا العصير ديال الحامضه ديالنا غادي دابا غادي نحطوها في الميكسر من بعد كناخذوا سكنجبير كنقطعوا واحد شويه ديال السكنجبير يكون فخي او لا يقدر يكون بودغ ونحكوه حتى هو في الميكسر واحد شويه باش يعطي النسمه ديالو ما تكتروش بزاف لانه يقدر يعطي الحروره ديالو خصو غير يتنسم شويه وصافي. من بعد غنزيدو شويه ديال السكر جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال المعالق سكر او سته على حساب المذاق ديالكم. ومن بعد كنزيدو شويه ديال عريشه النعناع وريقه النعناع بسم الله ونزيدوا الماء مازال ودابا غادي نميكسيو كل شيء اللي كاين لداخل. في هذا الموسم الجديد وهو غادي نديروا واحد التجربه جديده اللي هي غادي نعطيكم دابا في هذه الحلقه المقادير اللي غادي نوجدوا غدا باش نحضروها غدا مجميع. يعني غادي نعطيكم المقادير كلها دابا شوفوهم في التلفازه ومن بعد غدا غادي نوجدو كاملين نحضروا الوصفه كاملين. دابا العصير ديالنا وجد بسم الله وذوق وتمتع.